السلام عليكم، ايش حالكم يا حلوات؟ فيديو اليوم بيكون عن مشترياتي الاخيره من Bath & Body Works. قبل فتره كانت عندهم تخفيضات على الموقع اونلاين وبعد في المحل، وخبرتكم في الانستغرام، تابعوني هناك دائما اخبركم عن التخفيضات، شو الاشياء الجديده اللي نازله في السوق. اسمي على السوشيال ميديا سمية حارب، نفس ما هو في القناة. ما صدقت خبر ان في عندهم تخفيضات. على طول دخلت الموقع، طلبت بعض الاشياء. في عندهم اوبشن كاش اون ديليفري، وفي عندهم اوبشن تدفعون بالكريدت كارد. عقب ما طلبت وصلني الكونفرميشن ايميل، وعقب بعد وصلني ايميل ان في بعض الاشياء مو متوفرة، فاتكنسلت الطلبية. ما حبيت صراحة هالشيء منهم، ودامني دافعة بالكريدت كارد بيسووا لي ريفند للمبلغ اللي دفعته، بس ابغى الحق على التخفيضات. فسويت طلبية ثانية، والاشياء اللي مو موجوده في الموقع صرت خذتها من المحل نفسه. صرت فرع المارينا مول، Bath & Body Works محلاته موجوده في كل مكان تقريبا. فوصلت الطلبيه واشتريت باقي الاغراض اللي ابغاها، قلت خل اسويكم هالفيديو. فتعالوا نبدا ونشوف الاشياء اللي خذتها في تخفيضات Bath & Body Works. الشموع، من فترة صراحة موقفة اني اشتري شموع Bath & Body Works، لان حسيت ان روايحهم متكررة. هاي المرة في المحل روحتهم فشدوني كم من شمعة فخذتهم، فهذه واحدة منهم اللي هي سياتل، علشان الشكل الظريف للشمعة، وبعد ريحتها، هذه ريحتها سويت اكثر، فيها سينامون ماشميلو هالسوالف. شوي تعيبني هالروايح، خصوصا احطها في المطبخ تعيبني، تعطر لي المطبخ. والشكل حبيتهم، بين فتره ثانيه يغيرون الاشكال. فاخذت هاي سياتل، واخذت واحده ثانيه من نفس الكولكشن اللي هي باريس. هذه ريحتها بالورد، حلوه ريحه الورد فيها، وبعد شكلها كذا حلو وردي، احب انا درجات الوردي، فاخذت هاي الثانيه. ثالث شمعه من لاين الاروما ثيرابي، هاللاين دائما موجود عندهم، مو بليمتد اديشن مثل الثانيات سياتل وباريس، هذه لا موجودات. وهاي ريحه روز وفانيلا، اسم الشمعه لاف. غير عن ريحة باريس، لأن هنا بعد ريحة الفانيلا واضحة أكثر، أنا أحب ريحة الفانيلا إن جنرال. هذه ثالث شمعة خذتها من عندهم، كانت أحيد في التخفيضات 49 أو 39 الوحدة منها. الهاند سوب فوم أحبهم هذي، لا عندي كمتو في الحمامات أحطهم، وبعد أستخدمهم لتنظيف البيوتي بلندر، أسرع شيء لتنظيف البيوتي بلندر، وبعد الفرش. سعر الحبة 15 درهم، فأخذ ثلاثة. الأخضر هذا بريحة الكوكونات وعشبة ثانية، ريحة الكوكونات مو بواضحة وايد فعيبتني. طبعا كان لازم أخذ هالصابون لأن ريحته بالورد. عيبني لاين باريس صراحة عندهم، بس ما كوت منه، خل انوع قد ما اقدر. واخر شيء لينن ولافندر، وايد هذا احب ريحته، مستخدمتنه من قبل، فجمشته موجود في التخفيضات ب 15 درهم خدته. كوكو شيا هاني موسترايزنج بادي اويل، كنت ابغى اخذه من زياد لان هذا دائما دائما اخذه منه، بس مخلص ما شاء الله. في ثاني اللي هو شيا باتر مع الكوكونات، ما احب وايد هاك ريحته، احب هذا الهاني اكثر، فما حصلت غير واحد فاخذته. بادي سبراي اللي هو وورم فانيلا شوجر، البادي سبراي اللي عندهم ما يجذبوني وايد، تبون الصدق، ونادر ما ارجع اخذ منهم، بس حصلت هذا الحجم الصغير، وكان سعره رخيص، كان 12 درهم، فاخذته لان احب كذا افتحه واقطر فيه شويه دهن عود، ممكن بعد احط فيه شويه مسج تتغير ريحه وتكون حلوه. وحجمه هذا راهي، لا يغركم انه هو حجم صغير بس ترى يطول، لان الريحه تكون اصلا قويه، مع دهن العود تسوي ريحه بيرفكت، فما احتاج منه وايد. هذا احب استخدمه على الجسم وبعد على الشعر. من لاين الاروما ثيرابي اخذت بادي مساج اويل، هالريحتين انا تعجبني، ريحه لاف اللي هي روز اند فانيلا، وتعجبني ريحه ثانيه سليب اللي هي لافندر وسيدر وود. حلوه روايحهم، استخدمتهم من قبل مو باول مره. في واحد ثالث اللي هو بالباتشولي، هاكي بعد وايد تعجبني ريحته، بس كان اوت اوف ستوك. حلوين على فكره هذيل، احب استخدمهم مثلا عقب الشاور، اخر شيء في الشاور، يرطبون الجسم عدل، روايحهم هاديه وترطيبهم يتم. ممكن بعد تستخدمينهم اذا تبون تسوي لك مساج، بعد ينفعون. صنفرات الجسم هذه ما جربتها من قبل، بس تحمست لها لان مكتوب عليها ووتر، اللي هي مينرال بادي بولش، قلت خل اجربها، احب الصنفرات، فشفتها في التخفيضات اخذتها، لكن بعدني ما جربتها. اما الصنفره الثانيه من لاين الاروما ثيرابي سليب اللي هي باللافندر وسيدرود، هذه مو متاكده اذا مستخدمتها ولا لا، بس لانه وايد استخدم الصنفرات ما تطول صراحه عندي، فدائما احتاج اغير ودائما احتاج اطلب. في السيل اخذتها، اتوقع اني مجربتها بس مو متاكده. هاند سانيتايزر على شكل رغوة ما جربته من قبل، هذا اللي هو هابي بيرثدي تو يو كيك باتر، ريحته ريحة الكيك. شفت فكرة جديدة، أنا أحب السانيتايزر مال ماس صغار تحطينهم في الشنطة، وعلى فكرة يسكرون عدل فما يخيسون الشنطة، لأن الديتول شفت كذا مرة مخربين للشنطة إنه يتبطلون من بين الأغراض، بس يوم شفت هالسانيتايزر على شكل رغوة قلت خليني أجربه، شيء جديد.
وبس هاي الاشياء اللي خذتها من محل Bath & Body Works خلال فترة التخفيضات. اذا لحقتوا على التخفيضات شو خذتوا، وان جنرال انتوا شو تحبون تاخذون من Bath & Body Works، شو المنتجات اللي دائما ترجعوا لها، اكتبوا لي في الكومنتس تحت. اتمنى لكم يوم سعيد واشوفكم في الفيديو الجاي. مع السلامة.